إيمان العاصي عن تشابه مسلسلها برغم قانون مع تحت الوصاية وارد ولكن مش موجود. علقت الفنانة إيمان العاصي على آراء الجمهور حول تشابه مسلسل برغم القانون مع مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي والذي عرض في رمضان 2023، وقالت إيمان العاصي: أنا كنت عارفة إن ده هيحصل لأني عارفة المسلسل والأحداث، وشبه أو مش شبه ده واقع، وفي الآلاف من ليلى وإيمان شكلا وموضوعا. وعن تشابه بوستر العمل وشخصيتها مع شخصية منى زكي في مسلسل تحت الوصاية قالت إيمان العاصي: فكرة لفة الإشهار وبوستر مسلسل برغم القانون، التشابه وارد جدا، إن الحالات متشابهة والطبيعي بتاع المصريين إنهم بيخلفوا عيلين. وتابعت إيمان العاصي: مش حاسة إن في تشابه خالص، لأني بفكر كتير وبهتم بالتفاصيل وشكاكة جدا بطبعي. وأعربت إيمان العاصي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على مسلسلها برغم القانون الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية محققا نجاحا كبيرا، قائلة: ريمون مقار كلمني عن المسلسل في يناير وقرأت المسلسل وبعدين قرأته مرة تانية وبدأت أستوعب الكابوس اللي شخصية ليلى عايشة فيه، ولكني ما كنتش متوقعة النجاح الكبير قوي ده، والحمد لله ردود الأفعال متواصلة مع الحلقات، وكنت حابة فكرة إن الجمهور يتأثر بالشخصية.